بداية اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً، جميع الحاضرين من شخصيات سياسية وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية وأخواتنا الماجدات اليمنيات الموجودات في القاعة وخارج القاعة. أتينا اليوم هنا هو امتداد لما قدمناه من تضحيات وما يقدمه كل منتسبي القوات المشتركة والجيش الوطني في مختلف الجبهات المدافعة عن الجمهورية اليمنية ضد عملاء إيران الحركة الكهنوتية التي تريد أن تعود بعقارب الساعة إلى الوراء وتعود لنا بحكم الإمامة الرجعي المتخلف. نحن هنا اليوم ومجتمعين في هذه القاعة بفضل الدماء الزكية التي تدفع يوميا في مختلف الجبهات تدافع عن كرامتنا، عن حريتنا، عن يمننا، عن هويتنا اليمنية، الهوية اليمنية التي تتعرض للتجريف من قبل عملاء إيران، ما يعانيه أخوتنا في صنعاء وفي مختلف المناطق من تجريف يومي واضطهاد، اعتقالات، تعذيب، تعسف، نهب ممتلكات، طرد من المناطق، كل هذا يحتاج مننا أن نقف وقفة جادة كعسكريين وكسياسيين. والمعركة ليست معركة عسكرية فقط، فنحن بحاجة للسياسي والاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب القبلي والجانب التوعوي والجانب الديني للحفاظ على هويتنا اليمنية وعقيدتنا الصحيحة للدفاع عن مكتسبات ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر واثنين وعشرين مايو. بالأمس القريب قدمت أو دعت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الخارجية وهي من يقود التحالف العربي إلى مبادرة سلام. نحن مع أي سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار، يحفظ دماء اليمنيين، يعيد لهم كرامتهم، يعيد النازحين أمثالنا وآخرين إلى مساكنهم إلى بيوتهم آمنين مطمئنين. لهم حق أن يختاروا من يحكمهم، لا أن تأتي تحكمنا عبر الخرافات، خرافة الولاية والدجل بعيدا عن صناديق الاقتراع. نحن مع صناديق الاقتراع. الميليشيات الحوثية عندما دخلت صنعاء أنهت أهم مكتسبات الثورة اليمنية والوحدة اليمنية، العمل الديمقراطي، وأغلقت الأحزاب وتفردت بالحكم. نحن نطلق مشروعنا اليوم السياسي هذا إيمانا بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني، ومن حقنا أن نكون جزء سياسي في هذا الوطن ضمن الشرعية. نحن لسنا بديلا لأحد ولسنا ضد الشرعية، ولكننا نريد أن نكون جزءا من الشرعية، جزءا فاعل في مواجهة العدوان الحوثي، في معركتنا الكبيرة لاستعادة جمهوريتنا واستعادة مؤسساتنا. أكرر أننا لسنا بديلا لأحد ولكننا امتداد، خاصة في المقاومة الوطنية، لثورة الثاني من ديسمبر التي قادها الزعيم ورفيقه الأمين وضحوا بدمائهم من أجل الكرامة والحرية والحفاظ على هذه المكتسبات. نحن امتداد لهذا التوجه وملتزمين بكل وصايا الزعيم ومن أهمها المصالحة الوطنية. لذلك نحن نمد أيدينا لمختلف القوى السياسية وللشرعية وندعو الكل لمصالحة وطنية واصطفاف وطني حقيقي لمواجهة المشروع الكهنوتي المدعوم إيرانيا. نؤكد من خلال هذه الوجيه وهذه الشخصيات القيادية والمناضلة، ومنكم من قدم الأخ والابن، ومنكم من جرح في ساحات المعركة وخاصة الأبطال
هنا أبطال المقاومة المشتركة، نؤكد من خلالكم أن النضال مستمر وأن السياسة في جانب والبندقية في جانب. لن نضع بنادقنا إلا حتى يتحقق بإذن الله النصر والسلام العادل والشامل لكل اليمنيين بإذن الله. من خلالكم نشكر كل المقاتلين في الجبهات في القوات المشتركة من أبطال العمالقة أخوتنا وأحرار تهامة، ونشكر أبناء تهامة كلهم الذين كانوا الحاضنة والراعية لنا منذ وصولنا ولكل القوات المشتركة، نقدم لهم الشكر الجزيل. ومن أهم الأسباب التي دعتنا لتبني العمل السياسي والمكتب السياسي مع أخوتنا القادة في القوات المشتركة والشخصيات الاجتماعية والسياسية الموجودة تجارب سابقة، من ضمنها ما حصل في اتفاق ستوكهولم. نحن كنا على أبواب الحديدة كما تعلمون، ولولا اتفاق ستوكهولم لكانت كامل تراب تهامة محررة اليوم، لكان الناس ينعمون في الحديدة وفي باجل وفي زبيد وفي الضحي وفي كل مناطق تهامة حتى حرب. للأسف لم نجد من يمثل لنا وقتها بالحوار. أثناء الجلوس في السويد لم تكن موضوع الحديدة لم يكن مطروح ضمن البنود المطروحة، كان موضوع الجانب الاقتصادي والبنك المركزي، حصار تعز، فتح المطار والميناء فقط. أما موضوع الحديدة لم يكن، تركوا والأسرى تركوا كل شيء، وقعوا اتفاق عدم دخول القوات الحديدة وسلام على أساس ترعاها الأمم المتحدة. لكن نحن نشاهد ما يقوم به الحوثي من يوم إلى آخر من انتهاكات وضرب المدن الآمنة. أكرر الشكر لكم جميعا كقادة عسكريين من العمالقة ومن القوات التهامية ومن حراس الجمهورية وكل الحاضرين دون استثناء، لا أريد أن أنسى أحدا، ونتمنى أن يكون هذا المكون السياسي يمثلنا، والباب مفتوح للجميع، الباب مفتوح للجميع، ليس محصورا في مجموعة معينة أو في قوات معينة، لكنه مفتوح للجميع وأيدينا مفتوحة لمن هو يتفق معنا في أهدافنا في المقاومة الوطنية والمقاومة المشتركة أن يكون ضمن هذا المكون أو ضمن هذا التيار، ومن يريد سنتحالف معه ضمن الهدف السامي اللي هو استعادة الجمهورية مع مختلف القوى السياسية، سنتحاور معهم، سنبني تحالفات قبلية عسكرية لمواجهة الصلف الحوثي لاستعادة جمهوريتنا ودولتنا بإذن الله وعلى بركة الله. شكرا جزيلا.